قالوا لي شوف غادي تخلص دابا 8000 دولار عندك يومين ولا غتشوف شي حاجه ما عمرك شتيها. الناجي الوحيد اللي هرب من العصابه اللي سرقات المغاربه في تايلاند هرب منهم وحاول انه يعاود القصه ديالو. القصه ديالو مين كنسمعها كنحس براسي انني كنعيش في واحد الفيلم. ناس من ابشع الناس اللي يمكن لك تكلم عليهم. الحلقه ديال اليوم غنشوفوا الدري اللي كان عنده طموح في الامارات القراصو مع ابشع واخطر عصابه كاينه في تايلاند اللي مازال المغاربه جالسين تما مساكن لا حول لهم ولا قوه. الحلقه ديال اليوم عندها علاقه بالحلقه اللي دازت ديال النصب الجديد اللي وصل للمغرب وداك الشيء كامل اللي عاود لكم على واحد السيده اوزباكستانيه. لا الدري اللي عاود لي كان غلط وانا كنت غلط. هذاك الذكاء الاصطناعي ولا عارضات ازياء خدامين معاهم في الشينوا هاد العصابه. هاد الحلقه هذه تقد تصدمك ولكن ضروري خصك تبارطاجيها مع خوتك وصحابك وحبابك باش يستافدوا لان هاد المعلومات فهي ضروري يسمعوها باش ما يطيحوش في الغلط اللي طاح فيه هاد الدري المغربي اللي عاود لنا هاد القصه اللي نقد نقول لكم اكثر من الخيال وابشع من الحقيقه. على بركه الله. شاب مغربي عايش في الامارات خدام مع واحد الشركه كيدير الجرافيك ديزاين. السيد خدام والطموح ديالو هو انه يديفلوبي الامور ديالو في الامارات. حتى غيصيفط لواحد الصديق ديالو قديم كنقرا معاه ويقول له صافا بخير لاباس عليك اش كتعاود وغادي يقول له شنو كدير. يقول له انا راه كندير الجرافيك ديزاين في الامارات وخدام مع واحد الشركه والامور الحمد لله حنا كنتقاتلو. وانت اش كدير؟ قال له بلي انا خدام في تايلاند مع واحد الشركه صينيه وكنتخلص في السيمانه وسطروا عليها مزيان 3000 دولار بمعنى قد تجيك 12000 دولار في الشهر. وقال له شنو هي الخدمه ديالك؟ قال له انا كوميرسيال ديال هذه الشركه وهذه الشركه كندخلوا لها عملاء كنجيبهم انا والحمد لله الامور مزيانه. قال له مزيان. قال له شوف لنا شي خدمه معاك تمايا. قال له مرحبا انا نهضر مع البوس ديالي وما يكون غير الخير. ما دازت 24 ساعه هو يقول له شوف كاين واحد دوموند ديال واحد الخدمه ضروري خصك دابا تزرب عليها. السيد قال له شنو ندير؟ قال له غدير فيديو وغتهضر باللونجلي وغتهضر على لا كومبيتونس ديالك وغتقول باللي انا شنو كندير وشنو كندير ومن جي وداك الشيء اللي كاين. السيد تحمس شعل الكاميرا وبدا كيهضر باللونجلي بدا كيعاود على راسو انا مغربي كندير الجرافيك ديزاين والطموح ديالي والامور ديالي كيفاش دايره. صيفط الفيديو ما دازت 24 ساعه هو يقول له راك تقبلتي. قال له كيفاش؟ قال له المهم يهضر معك واحد الشينوي من سكايب وجد راسك هلقيته فوقاش. وداك الشيء اللي كان عطاه الايميل ديالو قاد له الامور هو يدير معاه اجتماع في سكايب بدا كيهضر معاه داك الشينوي الكفاءات ديالك. المهم راه غدا ان شاء الله غتلقى التيكي ديالك باش تمشي لماليزيا. انا مزربانين عليا 3 ايام دغيا هضرنا دغيا صيفطوا ليا الامور ديالي كيفاش هاد القضيه. المهم مشى سول صاحبه قال له شوف راه عاضين فيك انت راه الكفاءه ديالك راه قد يديروا معاك سالير ديال 1000 دولار في السيمانه بمعنى تقدر 4000 دولار بحال قاص في اوروبا. وبدا صاحبنا كيحاول يقنع فيه. ما جات غير 24 ساعه شد تيكيه لماليزيا ركب في الطياره لقى راسو في ماليزيا لقى واحد السيد داه لواحد لوطيل وما دازت غا 12 ساعه وغيوقف عليه واحد الصيني في لوطيل وغيقول له انا من طرف الشركه المهم وجد راسك راه غنمشيو غدا للقنصليه باش ندفعوا لك الفيزا. هما اصلا شدوا له رونديفو مع القنصليه ديال تايلاند بمعنى انه غيمشي يدخل ويعطيوه الفيزا. وداك الشيء اللي كان دخلوا لواحد البيرو عطاوه الفيزا وعطاه التيكي او في مده 3 السوايع وجدتي لي كل شيء. المهم قال له شوف غتقطع الطياره غتمشي لتايلاند وغيساينك واحد السيد ولا واحد السيده المهم تبقى في المطار. وداك الشيء اللي كان عاود جمع حوايجو مشى قصد المطار وقف تما ركب في الطياره وصل لتايلاند هو يجي عند واحد البوليسي سلم عليه ودا دخلوا من البلاصه ديال الفي اي بي ديال الناس اللي عندهم طيارات خاصه الناس الاغنياء. المهم لحد الان هذا الشاب المغربي كيقول مع راسو مالهم كيديروا معايا هكا واش هاد الشركه انترناسيونال كاع انا باغيني لهاد الدرجه. المهم السيد مازال مصدوم وقفات عليه واحد البنت هزه واحد الورقه فيها السميه ديالو وقالت له واش انت هو فلان ولد فلان؟ قال لها اه. ركبته وقالت له باللي هاد الشيفور هذا راه غادي يوصلك لواحد المدينه وتما ان شاء الله غتلاقى بالبوس ديالنا. وداك الشيء اللي كان ركب الشاب المغربي في الطوموبيل وبدا تقريبا 4 السوايع وما غاديين في الطريق. هو يسولو باللونجلي قال له واش مازال ما وصلنا؟ قال له مازال. المهم نعس بحكم انه 3 ايام وكيقاد في الورق ديالو ومبرزط من الامارات من طياره لطياره نعس
تقريبا ما يعادل 6 سوايع هو ناعس وكيتقلب. فاق ويقول الشيفور واش مازال ما وصلنا؟ قال له مازال واحد ساعة المكان. وصلوا لواحد المنطقة اللي هي كتبان بحال شي مدينة تكنولوجية. لحد الآن ما كاين والو. حطوه في ديك البلاصة وحاول أنه يبات في واحد لوطيل. بات في واحد لوطيل ما غدوز تقريبا غير واحد 14 ساعة وغيجي عنده واحد السيد بالكات كات وغادي يقول له باللي راه غنديوك لواحد المنطقة واحدة أخرى ماشي هنايا. المهم ركب معاهم هو يتزاد الثاني الثالث وهنا بدا تيحس هاد الشاب المغربي باللي هادشي ماشي عادي لأنهم غاديين قاصدين الأدغال حتى شي حاجة أو حتى شي منظر كيبين أنهم غاديين لشي شركة ولا مصنع ولا لوزين. المهم بداو غاديين حتى لواحد الوقيتة كيبان له واحد الواد طويل وربعة ديال الدراري حاطين واحد الباطو صغير وهازين السلاح. السيد عاد عرف شنو شي وقع قال صاحبنا باللونغلي فين غاديين؟ قال له حنا غاديين هاد الطريق هاد. داك مول الطوموبيل حبس قدام داك الباطو خرجوا وحدين بالسلاح هزوا السلاح على داك المغربي وطلعوه لداك الباطو. بداو قاصدين تقريبا واحد 10 دقائق ديال الطريق في داك الواد باش يوصلوا لواحد المنطقه. وصلوا لديك المنطقه هزوا داك المغربي حطوه في واحد الطوموبيل ودوك الناس عاوتاني هازين السلاح وبداو غاديين به. في الاول كان كيصحابو انه غيديو لشي مخيم ولا يبيعوه ولا يقتلوه لكن هما غاديين في الطريق وكتبان له مدينه حضاريه بمعنى كاين الضوء كاين البانويات وغادي يوصلوا لواحد المنطقه سكنيه وفي نفس الوقت عباره عن شركات. انا غادي يقول الحمد لله باللي يمكن هادو غي دايني حاميني الا وقع شي مشكل. دخلوه لواحد البيت دازت واحد 24 ساعه ويجي عنده واحد السيد هو يدخل لواحد البيسي ويحطو كيشوف في المرايه موراه بزاف ديال الناس قدامين في البيسي وكلهم الوجه ديالهم واكل العصا وكلهم مخلوعين وحتى شي واحد ما قاد يهضر مع شي واحد. شعلوا له البيسي هما يعطيوه السكريبت بدا كيقرا السكريبت عرف باللي انه جاي باش ينصب على الناس هو تخطف باش ينصب على الناس وداك الدري صاحبه اللي كيهضر معاه تا هو مشدود ومنصوب عليه. المهم نهار الاول عطاوه داك السكريبت وقالوا له شوف انت غتكون مع الناس ديال الواتساب بمعنى ان ديك الجماعه كاينين بزاف ديال الفرق كاين الفرقه ديال الاباحيات ديال ان بنت يشدوها وكيصوروا لها فيديوهات وكيحاولوا انهم يضغطوا عليها باش تصيفط فيديوهات ودير علاقات في الانترنت وكاينين وحدين كيهضروا في التليجرام هما اللي هضرت لكم عليهم وخصوصا ديك البنت اللي سميتها انا اللي كانت اصلا هي عباره عن ذكاء اصطناعي. كاين ثاني هو الواتساب اللي خدام فيه هذا المغرب وكاين الثالث هو الفيسبوك وكاين بزاف ديال الاشياء خصوصا مع هذه العصابه اللي شادت تقريبا مدينه كامله. المهم دخل بدا خدام كيشد النمره من ديك الفرقه ديال الفيسبوك وكيبقى داك المغربي بواحد الشخصيه ديال بنت كيتراسل هو وداك العميل اللي باغيين ينصبوا عليه كيبقى يهضر معاه كيداير لاباس ومره مره ديك الشخصيه كترمي التصاور ديالها كتقول له باللي اللايف ستايل ديالي انا ساكنه في دبي وعايشه وخدامه والامور ديالي الماديه مزيان وكيحاولوا انه يبيشيو صاحبنا. العصابه كتقول المغربي في 4 ايام الاولانيه ما تحاولش تقنعهم انهم يتنصب عليهم او تقول لهم انهم يدخلوا معاك لذاك البلاتفورم اللي غنقول لكم عليها. هنا المغربي كيبقى يهضر كانه شخصيه انثويه بداك الذكاء الاصطناعي وكيرمي التصاور. العصابه موجده له بزاف ديال التصاور مثلا الا كنتي انت ذكي وكتهضر مع ديك البنت كتقول لها مثلا وتصور لي دايره بحال هكا اصلا كاينه التصويره داير بحال هكا تصويره بحال هكا تصويره بحال هكا. المهم عنده واحد الفيشي فيها ما يعادل 500 تصويره وعاد زيد عليها الا بغيتي دير معك ابل فيديو عندهم عصابه ديالهم كاينه في الصين او في تايلاند موجد لهم سكريبت ودير لهم بيسيات وكيخلصوهم هي كتلعب بديك الشخصيه. وبعض المرات العصابه كتانستايلو في البيسي ديالو واحد اللوجيسيال ديال الاي اي انت راه كتهضر بشخصيه ديال راجل ولكن داك المتلقي اللي تنصب عليه كتبان له مرا كتهضر معاه بالحركات ديالها بكلشي ديالها. وكيف طرا لذاك الدري اللي درنا عليه القصه نفس القضيه اللي كدير كتحاول انك تبيشيك وتقول لك باللي انني هاد الفلوس كلهم اللي درت وهاد الماكينات اللي كتشوف عندي وهاد الطوموبيلات اللي كتشوف كلهم درتهم من واحد السيت وواحد لابليكاسيون غادي نوريها لك. كيقول لها وريها لي دابا تقول لا دابا حاليا ما نقدش نقولها لك حتى ان شاء الله نحس باللي انك انت موجد ومزيان وندخلك. وداك الشيء اللي كاين السيد كيبقى على هاد القضيه مده ديال 15 يوم مو مسكينه كتصيفط له ميساج بواه كذلك كيقولوا له راه كنحسوا بك ماشي عادي كيقول لهم لا الحمد لله انا راه عايش تايلاند والامور مزيانه وراني خدام المهم بلا ما تبرزطوا راسكم. لكن الام ديالو مسكينه دائما كتقول له باللي راني حاسه كاين شي حاجه ماشي هي دي حاسه بك ولدي كتمحن ولا كيضربوك وبعض المرات كنحلم بك انك كتاكل العصا. السيد ما قادش يقول لوالديه حتى لواحد النهار دوك الناس اللي كيحاول انه ينصب عليهم كيمشي يقلب عليهم في الفيسبوك بحكم نسيت ما قلت لكمش باللي انه كان دا معاه جوج تليفونات التليفون الاول كان عنده خاسر
وفي الامارات كان دار صوبو ودار فيه واحد لاكارت وديك النمره اللي فيها الواتساب والخدمه ديالو والامور ديالو دارها في الشكاره. وبين وصل تما العصابه بدات تقلبو قالت له ارا التليفون، جبد داك التليفون اللي خاسر وعطاه له وبقى عنده داك التليفون ديالو اللي فيه الواتساب وفيه اي معلومه ديالو. هذا المغربي مسكين بدا كيراسل دوك الناس اللي تينصب عليهم وكيقول لهم حضيو راسكم، راه هاد الناس راه باغيين ينصبوا عليكم، راه باغيين يدوكم فلوسكم، راه ما كاين لا ابليكاسيون لا والو، بحكم ان داكشي اللي عاودت لكم في ديك الحلقه ديال نصبه جديده دخلت للمغرب. المهم هذيك الشخصيه ضروري انكم تحضيو مع راسكم، لكن صحابنا بحكم انهم بداو كيبغيو ديك الشخصيه كيصيفطوا لا ميساج وتيقول راه كيراسلنا واحد صاحبنا في البريفي وتيقولنا باللي راكي انتيا غير نصابه وشفاره او انا باغيكم غير الخير، وانتم مشيتوا لذاك السيستيم وبديتوا كتصيفطوا ميساج ولاو دائما تيشدوه وتيقولوا له شكون هذا اللي كيقول لهاد العملاء باللي حنا كنصبوا عليهم، شكون هذا اللي كيعطي المعلومات؟ دونك غتكون غير انت تيقول لهم انا ما عندي لا تليفون لا والو. السيد بدا تيتكالما وما بداش كيقد يقول لهم باللي راكم كتنصبوا، خدام خدمته على الله وعسى الامور تيسر له باش يخرج. هاد المرحله هادي اللي كان فيها كيحاول انه يراسل ناس، وكيف ما كيقول هو انه راسل واحد السيد في السوشيال ميديا معروف عايش في تايلاند واخا كقرا الميساج وبلوكاه، وكيقول لك باللي انه راسل السفاره والقنصليه المغربيه الشرطه المغربيه والديه، حتى لواحد لقيته بدا تيبكي وبدا كيعاود للموف فوكال شنو واقع له. في البدايه ما قدش يقولها للام ديالو، قال للناس كاملين من غير والديه، هو يقولها لامو بدا تيبكي، امو كذلك وباه بداو كونسونطرين معاه كيمشيو للبوليس في المغرب كيراسلوا جهات الجمعيات، وهو كذلك كيراسل حقوق الانسان الجمعيات، اي حاجه بانت له في راسو اتقد تعاونو كيتعاون، حتى لواحد النهار ما غاديش يدير لوبجيكتيف ديالو. وهنا راكم عارفين العصابه كدير لك التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي. في الاول كانوا كيعذبوه على اساس انه يخدم 18 ساعه 17 ساعه 19 ساعه وينعس ساعتين، ولكن في الثاني ولاو كيحاولوا انهم يسدوا عليه في بيت، ومره مره يجيبوا واحد يعذبوه قدامه، فوق ما يديه لديك البيت كيجيبوا واحد يعذبوه يضربوه بالضوء يقطعوا له صباعه وهو كيشوف داك المنظر، وبعض المرات كيشوف بنات كيتغتصب ومساكن. هنا في هذه المرحلة غادي يولي دائما كيحاولوا انهم يبغيو يربيوه، حتى لواحد النهار غيجلسوه في واحد الكرسي وغيضربوه بالضو، كيضربوه بالضو كيعاودوا يضربوه بالضو. السيد ولا كيخاف ولا دائما كيتقاتل باش يحاول يقلب على عميل واحد ينصب عليه يدخلوا لابليكاسيون، ولا كيشوف لي زابليكاسيون باللي مغاربة تنصب عليهم 30 مليون 100 مليون، وكيف ما تيقول هو كاين اللي تنصب عليه بمليار ديال السنتيم، كاين جزائريين تنصب عليهم، كاين توانسة، كاين مصريين، كاين سواعدة، وخصوصا الخليج، الخليج كينصبوا عليهم بواحد الطريقة خيالية وكيتكون سونطراو معاهم. هنا ولاو تيجاوبوه جمعيات، خصوصا واحد الجمعيه في تايلاند هي عارفه ان كاين هذا المشكل هذا وكيحاولوا يراسلوه. المهم مره مره يصيفط لهم لوكاليزاسيون، مره يقول لهم شنو كاين، وهما كذلك تيقولوا له غير صبر. هما غادي ينسقوا مع واحد الكونونير عسكري في واحد المنطقه تما في ميرمار، وغادي يحاولوا انهم يقلبوا عليه، غيوليو كيقلبوا على هذه السميه هذه اللي مخطوفه، ولكن واحد من دوك العصابه غيسمع السميه وغيمشي يقول للبوس، البوس غيمشي قاصد صاحبنا، شكون اللي كيهضر مع الجمعيات وعلاش كيقلبوا عليك؟ كيقول له انا ما عارف والو، المهم ما عرفتش والله ما عرفتش. كيقول له شوف غتجيب لنا 20000 دولار عاد غنطلقوك ولا غتموت هنايا، المهم ما عندنا ما نديرو لك. بدا كيتفاوض معاهم، وصل معاهم حتى ل 8000 دولار والو ما عندوش. كيهضر مع الجمعيات، الجمعيات تقول له شوف ما تعطيهم والو، حنا ما يكون شي وقيته وغادي نشدوك وغنهربوك. عاوتاني كيهضر مع والديه تيقول له شوف ندبروا لك على الفلوس، باه امو مسكين وجدوا 6000 دولار وقال لذاك البوس والو. بدا كيقنع فيهم تيقنع فيهم حتى لواحد الوقيته غادي يقبلوا 6000 دولار، 6000 دولار هي اللي غتعيشوا السعاده مع والديه، 6000 دولار هي اللي غتهربوا من اتعس مرحله في حياته. اعطاهم 6000 دولار عبر عملات رقميه، عبر واحد لابليكاسيون راكم عارفينها معروفه هي الوحيده اللي كدير العملات الرقميه بالصفر، وصلوا من الفلوس خرجوه، جات الجمعيه هزاتو داتو لواحد لوطيل، تما جلساتو واحد 24 ساعه، بداو جابوا له طبيب نفسي، بداو كيهضروا معاه وقالوا له خصك تخلص بعدا اوموا الامور ديالك الاداريه عاد ديكلاري. مشى عند البوليس ديكلارا، مشى عند المنطقه ديال الميغراسيون قاد الامور ديالو خلص، هزوه داوه للمطار مشى للمغرب. وصل للمغرب كيف العاده شدوه البوليس وبدا كيعطيهم معلومات باش يعاونهم، لان مازال خوتو المغاربه كاينين تما ومازالين مهددين ومازالين مع ديك العصابه كيتسناو انهم ياخذوا الفلوس، والا ما خداوش الفلوس غيوليو كيستعملوهم انهم ينصبوا معاهم. المهم البوليس المغربي بداو كيطريطيو معاه في الموضوع، لان ابسط حاجه
تعاونهم شي لي ديطاي ديال الطوموبيلات اللي كاينين تما الوجوه على قد يعطيهم لهم. المهم اي حاجه يمكن لها تعاونهم باش يفكوا دوك الناس. لحد الان اغلبيه المغاربه واغلبيه ديال سكان العالم العربي راحنا الوحيدين المغاربه اللي كنتكلموا على هذا الموضوع. راه ناس مساكن جزائريين كاينين تما كيف ما كيقولوا هما، وكاين تونسيين مصريين بزاف ديال الناس من الدول العربيه مسروقين ومخبيين تما كيستغلوهم وهما براسهم كينصبوا. هذا الشيء كامل شكون اللي كيديروا؟ اولا باش نكونوا واقعيين الطمع، ثانيا النيه، بنادم غادي قصد واحد الصديق ديالو هو اللي يعاونه، ثالث حاجه هو ان الانسان ما عمرو ما يتيق بنادم في الانترنت كيف ما كان نوع ديال الواحد، ودائما الانسان يخدم عقله. وديك الحلقه اللي فات ديال نصبه جديده في المغرب كتبين لنا ان ديك الحلقه عندها علاقه بهذه الحلقه، بحكم ان داك الشخصيه تنصب عليه ب 100 مليون سنتيم من طرف واحد السيده مع العصابه اللي هي بالذكاء الاصطناعي، او بعض المرات تيكونوا دي موديل خدامين معاهم وخصوصا تيكونوا في الصين. هاد الناس هادو الهم ديالهم هما يديو لك فلوس. حضيو راسكم، اي واحد صيفط لك ميساج في التليجرام في واتساب فيسبوك ما كتعرفوش دير منه اتونسيون، اي واحد صيفط لك ايميل قال لك انت راه بغيناك تتعامل معنا وتخدم معنا حضيو راسكم، اي واحد بدا تيقنعك انك تربح فلوس بطريقه سهله حضي راسك منه. هذا النصب جديد اللي ولا بالذكاء الاصطناعي غير الله يدير تاود الخير منه. بعض المرات لا تلقى وجهك انت كتشاطي مع شي واحد برا وكتحاول انك تتكلم معاه وانت راك ناعس في داركم والشخصيه ديالك كتلعب في الانترنت وكتشاطي. حلقه ديال اليوم ديال حضي راسك وحاول انك ما تبارطاجيش تصورك بزاف، وحتى البنات يحضيو راسهم من دوك لي زابليكاسيون اللي كيبدلوا الوجه وكيزيدوا لي زيفي وكيردوك عروسه. هادوك راه تصاورك كيتباعوا في الصين وكيتبعوا العصابات كيحطوا بهم الاشهارات وكيبيعوا فيهم ويشتريوا. حلقه ديال اليوم حضي راسك حضي راسك حضي راسك، الله يعاونك.